يرسم الناس بهذه الهيئة يرسم وركاش تصويرها هذا أصلاً على قصر لكلكم تناول بشدية تكون مدرسة هذا 2005 تكون لكلكم مزيد إلى الساعة هذه الله سوف تخيش السنة هذا سوف تدعي في سوف تسير الله سوف تس مؤخرا نعتبر تفضل شبية هذا المهم الكبار من اللي دار ذيك البيع مفهوم الحاجة الثانية وقرأ كانت في رمضان في نص صلاة صلاة طبعا هذا ماشي نتفق هذا غير نواب ديال المتكلم في دابا إذا إن شاء الله فيك هذيك اللي كاين جاي المادة كيكون هذا نحاولوا هذه كل صورة نكبروهم بحجم واحد باش ما يبقاش شي كبير شي صغير كذا وغادي نديروا فيها القاع حنا كاين واحد القاع صغير غادي نشاركوهم كلهم باش يكون داك الشيء كبير باش ما يكونش داك الشيء ضيق وهاد الظاهرة ديال المتاحف هي الله كيهتم بها المغرب مزيان دابا دار واحد المؤسسة سميتها المؤسسة الوطنية للمتاحف يلا على المسؤول ديالها دابا شي عام ونص كيحاولوا كاع المتاحف اللي كاين في المغرب كيجمعوهم حنا هذيك اللي دار ديالها سميتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير دارت هاد الدولة باش تهتم بدوك الناس اللي كانوا في المقاومة اللي كانوا في جيش التحرير كتعطي مساعدة مالية في ميدان النار في ميدان الطاكسيات في ميدان وأجرة شهرية الى فيليبس كانوا لدى المزارع الصرفيه ديال المركز ديال التشغيل ديال الانفورماتيك راه شافوا الزملاء ديالكم الصباح كان كيعطيهم دي بلون في فاش كان يكون المركز ديال الداكسي ولا الداكسي ولا دابا يقولوا في الاعلاميه ديال الاعلاميات دابا راه مبقاوش مزيان كنديرو اخر واحد كاين في العيون وفي نفس الوقت نتركز على الجانب المادي حاول تسمى الجانب المعنوي يعني هنا الحقيقه التاريخ ديال البلاد ككل ديال المنطقه بصفه خاصه الى كل منطقه دابا اللي قالت هذا في كل مساحه مالي اخرى احسن هذا ولكن كل منطقه من الامكانيات ديالها مثلا كاين في الخنيفره مزيان كاين في طنطا مزيان بوش دور بوش دور خندير خير في واحد المتحف مزيان لازم 13 شهر تزورو احسن من هذا حنا ان شاء الله كنحاولوا كما قلت لكم نوسعوا المحتوى ديال اي متحف كاين ديما كيكون فيها الصور ديال المرور العلوي عاوتاني المرور العلوي الدوله العلويه شكون هي الدوله اسم الاسره اللي كانوا من المغرب الاسره اللي لا بصفه عام اللي دازوا من اللي بدات الدوله ديال المغرب شكون اللي الاول ثم ادبيا ولا علميا الادبيه الادبيه ولا المرابطين ابن عمر جو المحددين جو المريدين جو السعديين جو العلوي العلوي هي اخر مسلم هذا شكون هذا الدين المخصصين هذا هو المسجد ديال الدوله العلويه ولكن اللي تصورت مع الدوله مزيان وليت من اهم الملوك ديال الدوله العربيه وحتى العصر ديالو كان معاه ملوك عظام كان التاريخ ديالو مع لويس 16 وقيل فرنسا كان ملوك قوي اكثر من فرنسا وسيف نقول لكم هذا كيف تعرف حتى يجي مثل هذا لكن قبل ما نقول صارتين شتيم حتى ديال ديال كشي اللي حاصل ديال هذا كاين شي صور ثاني اللي نسيو صدا كاين واحد من ديال السيد الصغري كل كون سمع تشاعر باش تصعب هذه الطريقه ديالها اللي سجلت صوره في مدينه كادير فين بلاصه هذه راك تعرف العيون مزيان بحدا الولايه ديال الامن شكون كيمشي للعيون العيون مزيان في الولايه كاين الولايه ديال الامن تحت في سوق الجاج ما عرفتش مزيان المهم في وسط المدينه القديمه هي اللي كاينه دابا كاين حتى المطار ديال الولايه ديال الامن
كرسيكا